استطاعت وزارة التعليم أن تجعل لها يوما مميزا من كل عام تكرم فيه عدد من مميزيها في مجال التعليم العام، أطلقت عليه جائزة التميز، وتأتي هذا العام في نسختها الثامنة. تسعى الوزارة من خلال هذه الجائزة أن تكون جوائز التميز رائدة إقليميا وعالميا، وتحفز الميدان التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي، وتكرم المبدعين والمتميزين علميا وتربويا وإداريا، وتنشر ثقافة التميز والعمل والإتقان. الجائزة يحصل عليها عدد من إدارات التعليم والطلاب والطالبات. هذا العام بلغ عدد الفائزين 115 فائزا، سيتم تكريمهم من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في ليلة لا تنسى، ستساهم في نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان مكونات مجتمع التعليم، وهي جائزة للتميز بالتعليم ووفاء وارتقاء بالأداء. موطني أنت منار للهدى، قبلة أنت لطيب وثواب، فيك بيت الله مأمون الحمى، طاهر التربة قدسي الرحاب، فيك مثوى سيد الخلق، فهل مثل طيبة في الأرض مثال.